هو الموقف اللي انا فاكره ان انا كنت طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني هكون في اخر اوضه انا وتسوقي محمد دسوقي اصلا من المحله من عند النني يعني. وقاعدين كده ففجاه لقينا طبعا النني كان قاعد هو باسم علي والاثنين سبحان الله زي بعض بالظبط ما بيحبوش يخرجوا خالص قاعدين 24 ساعه في الاوضه. فاحنا قاعدين كده لقينا النني بيقول يا جماعه حد هياكل، اول مره تحصل في التاريخ النني ينادي كده ويقول حد هياكل وبتاع. فاللي لفت نظر الموضوع محمد دسوقي قال لي ده النني بيقول حد هياكل دي غريبه. قلت له يعني غريبه ليه؟ قال لي النني يا ابني ده بتتهرج. قال لي يا جماعه انا هجيب بيتزا حد هياكل وبتاع مش عارف ايه. فقلنا له خلاص مش مشكله هناكل يا نني ان شاء الله. فقال خلاص تعالى ايه اللي هيجي معايا انت تاخد ايه مثلا؟ قلت له انا هاخد كذا. ومحمد دسوق قال انا هاخد كذا. قال لي خلاص وانا هجيب انا وباسم وبتاع كده كويس قوي. جبنا البيتزا فمحمد دسوق قال لي انا في حاجات عايز اجيبها من هناك من جوه من الاوضه مش عارف كان كاتشب او حاجه زي كده. المهم قال لي انا عايز اروح اجيبها من الاوضه. فراح هناك لقى النني كان في عرض اصلا تجيب بيتزا تاخد على واحده هديه. فدفعنا احنا الفلوس وخد هو البيتزا الهديه. دي المواقف اللي انا حكيت فاكرها للنني يعني. في موقف مع النني كان هو واحنا في اخر سنه ليه مع المقاولين تقريبا، كان عنده جزمه سوداء تمام اديداس. كان الجزمه دي دايما تمرين موجوده مخيطه من غير بنج على ما تمرين موجوده ماتشات موجوده. اخدها معاه بازل تمام فضل يلعب بيها تمام. فكان صلاح يقول له يا ابني الاسترزات بتاعتها اتقطع انت هتلعب بيها ازاي؟ المهم ايه هو بيتفائل بيها وبيلعب بيها تمام. في واحده تانية كان تقريبا النني كنا بنلعب الزمالك تمام وجاب جول شوطه من بره 18 وجاب جول بلا. فجينا بعد التمرين الكابتن رضوان بيقول له هاي لانه عملت ماتش كويس وكده بص انت اي حاجه تطلبها بص خلاص كده. قال له كابتن عايز الترنج اللي عليك تمام على طول كده تمام. فالكابتن رضوان عمل كده تمام و لا بعد التمرين قال له خلاص يا عم امري الى الله انا اللي قلت هقلع الترنج وايه وبعد التمرين خده. فبعد التمرين اخده الكابتن رضوان وايه وهدى النني بيه يعني وكده. هو النني شخصيه جميله وشخص يعني الفترات اللي فاتت دي كان عليه تحمل كبير جدا، ولكن النني من اقوى الشخصيات كذكاء في مصر. لاعب وصل لدرجة دلوقتي لو حد بيقيمه لا هو خارج التقييم فعلا بره حاجات كتير. فنان دلوقتي ما شاء الله احنا كلنا لازم ندعمه ولعيب كبير وشخصية قوية جدا جدا جدا، ولكن هو احنا هنا اللي مصدرين صورة بعدم يعني ممكن تكون توصل له ان هي بعدم ثقه في النفس. انا بس كمان معلش عايز اتكلم عن النني في جزئيه كده. النني يا جماعه راجل معلش يعني النني مش ابن حد في الدوله، والنني مش ابن حد في اتحاد الكوره، والنني مش واحد لاعب لاهلي والزمالك فوراه جمهور كبير جدا ممكن يضغط على المدربين او حاجه زي كده. النني موجود في منتخب مصر بيلعب اساسي بمجهوده بيلعب اساسي بادائه يعني النني مين مدرب اجنبي جه مسك منتخب مصر وقعد النني احتياطي؟ مفيش. النني بيلعب في ارسنال. الناس اللي انا اللوم مش على بعض الجماهير، انا اللوم على بعض الناس اللي لعبت كوره ولوم اسامي وبتطلع تتكلم عن النني وحش. النني في الدوري الانجليزي لما بيشارك في مباريات كبيره جدا زي مثلا مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد او ارسنال، لما بكون في ارسنال بيلعب مثلا ضد ليفربول بيطلع واحد متقيم من افضل اللعيبه في نص الملعب ومن اقل لعيبه اخطاء في الملعب. بتتكلم في دوري كله ضغط وقوه؟ لا انا مش انا بامانه يعني ده الناس اللي ممكن الوم عليها، لكن الناس اللي بتشجع عادي وجمهور عادي ده ممكن يعني ما تلومش عليه قوي. لا محمد النني بصراحه لو بيلعب في منتخب مصر اساسي فهو واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في منتخب مصر، وفعلا زي كابتن سيد شعبان ما قال بيتعامل بذكاء كبير جدا. محمد النني بصراحه خارج التقييم يعني.